السلام عليكم. اول حاجه بغيت نشكر لي زامي ديالي اليوتيوبرز والفنانين اللي جاو رحبوا بي على راس محمد زود عايشه حيت جاي من طنجه. الله كبير هذا فرحنا خي عبدو، الله يكملو بالخير والله يجيب له الساله والتيسير والتحيه للناس كازا وكازا والتحيه للوالده عبدو بالاخص الوالده عبدو الله يخليها. نقدم لكم واحد الشخص هو معروف ديما بالزاله في اي بلاصه، صاحبي وعشيري ودوز ماشي القليل، خويا المطقطق. الدراري هذه شي حيه كبيره لخويا عبدو، خويا عبدو شاورها من الكبار بالرجوله وديما مسهيها ولاعبها وافلام قصيره لعبها بالرجوله، والطقدوقه الدراري الطش والطشاطيش وحتى الارقام القياسيه حطهم نحبهم اليوم مع عبدو خويا. نقدم لكم واحد الشخص بدا معايا في شكل صغير بعد ما كيعرفوا حتى واحد ومسطي بالبنان وياه ودرنا افلام بعد لحد الان كيديروا بهم طرولات البلباله، صاحبي شاو ولد الدرب وديما معايا احلى خويا عبدو في العالم من الاخ، احلى من الاخ، احلى افلام قصيره تقول لي. اقدم لكم واحد اقدم لكم واحد الدري عشيري، هذا صحيح هذا كي دغدغ هذا ناضي خويا عبدو الله يكمل عليك اخويا. خويا شوف تربى في عزك ان شاء الله اخويا، باقي غارقه اخويا، وتحيه لجهاد تيتي. دابا غنقدم لكم اقدم لكم واحد شير شوايا صاحبي شو ديما معايا صديق من 2015 شوايا بدا معايا زوبي. خويا عبدو الله يسهل عليهم ويخليك الزياده والرجولة عبدو ولي كاين في افلام قصيره الله يسهل عليك اخويا طيب في عزك صحة. دابا غنقدم لكم واحد الارتيست اخو جاي من المحمديه عنده واحد الحنجوره خويا عجيب عبدو خويا شرف لينا نجيو عندك والله يسهل عليك والله يسهل عليك اخويا عبدو والله يكمل لك اخويا الله يسهل عليك وشرف لينا نجي عندك. اخيرا اخويا تحية لخويا جهاد مرحبا بنا عند الحج ديالنا والله يسهل عليك والله يكمل لك بالخير والله يكبرها في عزك وشكرا على الاستضافة مرحبا بنا عندكم في
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.